أعزائي المشاهدين متتبعين قناة سميرة، أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة من وصفات كل يوم طبخة. اليوم إن شاء الله أختي نجود وأنا راح نقدم لكم وصفات إن شاء الله تنال رضاكم. ما نطولش عليكم، نجود واش وجدتينا اليوم؟ مرحبا بك نعيمة. أهلا، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. على اليوم وجدت لكم طبق سهل، فيه الليكاي، فيه السمان، فيه البيض، وفيه نوع واحد على الخضر اللي هو كابويا، عندي حمراء وعندي بيضة. البيضة هذه راهي شفتي اول مرة نشوفها. اوريجينال، يعني كنقول بالعين هي اللي تاكل، هي شوف الاولانية. صحيح. الوغ انا واش ندير؟ ندير الماريناد، اون ماريناد انستونتاني، نقدر نديروها على افونس ونخليها تقعد ساعه دو بريفيرونس، ولا ما كاش الوقت معليش نديرها سور بلاس. فوالا، هي جينيرالمون لي فولاي كامل هذا كيكونوا تاع الدجاج ولا السمان يحب لا ماريناد، يحب لا ماريناد، عكس اللحم اللي ما يحبش. اوف سا ديبون، سا ديبون، سا ديبون، سا ديبون، ما يحبش لي زيبيس بليتو. سا ديبون، شوفي لا كوزين تيلمون فاست كو كل واحد كيفاش يخدم فيها. هذا طبق تاع الحفلات و رمضان aussi. رمضان فوالا يلي فريمون سافا ايت بريزونتابل للضيوف ولافراد العائله هكذا ان شاء الله. علاش شوفي كما هنا قطعتهم صغار باسكو السمان هو تانيك صغير. دوك انا حابه نطيبهم اون باراليل، نقليه شويه باش نطيبهم اون باراليل، يطيبوا كيف كيف. داكوغ، فوالا. دوك نشعل لك هذا باش يسخن. شعليه لي تاع شي. عندي البصل، شوفي هنا البصل، البصل هنا ما سكرفشتوش، سوا في الغوبو نقطعو رقيق سوا نقطعو بالموس، باسكو نسكر بجو يطلق الماء تاعو، يطلق الماء، يطلق لو الجو تاعو. واش قلت لك فكريني من قبيل؟ الملح. 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 نجود عندها مشكل مع الملح، الملح تنساه دائما. ننساه. والمشاهدين علاش ما على باليش؟ اللي يتبعوكي على بالهم بهذا الشيء. على بالهم، اللي نقريهم، اللي يتبعوا لي كاتيلي. فوالا حتى في المدرسة. أنا درت شوية سمنة، حبيت نبدل، نقدر ندير زبدة، مارغارين، درت شوية سمن. رمضان نحبوا السمن. فوالا رمضان فيه لي سكروري، فيه الكراب. ريحة السمن في كل في كل المطبخ لازم. فوالا ندير شوية في الكحل. سيدي شوية زيد. راح على جالك. أنا نشيه أون غران ونرفاه. أنا توجور نشيه أون غران ونرفاه. سي ميو. أه ندير موتارد. زدي لي مغرف. إلا شتي هنا ما كاش بزاف لي زيبيس نعيمة. عندك لا موتارد. لا موتارد ديجا راح تلعب دور تاع. فوالا. وعندي هنا لاي نديرو اكرازي برك. اه نحيلو برك هاد الجرم، هذاك اللي يطلق الريحه، هذا يطلق المروريه وما يديجيلهاش فاسيلما. أيه. في الهضم ثقيل دونك نحيه توجو. كاين ما فيهمش ما من الريحه. اه فوالا، هو جينيرالمون تاع العوله عاد يكون فيه هذاك يخرج الجرم فيه. اظن مازال عائلة جزائريه كثيره دير الطون تاع العول هذيك، تعلقوا هكذاك. وانا في داري ديجا عندي، ديريه انت نعيمة. نديرو كل عام. عندي البصل وعندي الثوم. البصل والثوم. البصل والثوم. فوالا. والملح نعيمة؟ الملح قدامك باش ما تنساش حطيتو ليه. هذا ما كان، هذا ما كان ما كثرش باسكو هنايا ندير المويمون، ندير ان فون دو فولاي. ان فون دو فولاي وجدتو دوك ما نمرقش بزاف. داكور، بسم الله. هذا يبدا تسخن. هاتي هاتي ندير سلاه. هنا نخدم بيديا، ندخل مليح لا مارينات فيه. دونك هذه من الاحسن نديروها دو بريفيرونس من قبل ونخليها، نوجدها ونخليها. ابخي في الطياب تاعها سهله، نحمرها شويه وبعد نحط لها لي ليغوم، الكابويا البيضاء ولا المهم الكابويا اللي عندهم. اه ولا ما كاش البيضاء معليش، انا حبيت جوست على جال لي كولور باش ندخل لي كولور. هنا عندي الحميصه راهي طايبه. وهذاك لهي سي لي بينيون، لي بينيون دو بان هذوك ندير لهم جوست الدريساج. هذاك pour la décoration. La décoration. OK. زيت زيتون ولا زيت؟ زيت نورمال، زيت بوتاب. قولي لي زيدي زيدي شوية. نطيبها كلي محمرة. سيبا بسم الله. بسم الله نحمرها لي دو كوتي. بنحط لها الكابويا. نزيد لها شوية المويمون تاع المرق الدجاج. سي بون نخليهم يطيبوا كيف كيف. اي منقص النار من هيما اكيد شي ريحه السمن.
هذه هي الخدانة. هنا الثوم فراجيل ما حبيتش نتكلفها، حبيت نخليها هكذا اكراجي باش ما تتحرقش. فوالا هذا سي بون. اه سي بون، سمحي لي برك. فوالا يعطيك الصحة نعيمة. بصح سمحي لي هذا غليتيه؟ غليته كما غليت، غليته جوست بوغ لا ديكوراسيون. عطيني باك لابانس نعيمة. لابانس صحيتي يتحمر بيان ولا جوست؟ ندير لها كولوراسيون، ندير لها باش تجي شابة. نزيد لها شويه باسكو هنا لو كنخليها فريمون ابتي فيت غادي تطلق الماء تاعها. فوالا يعني عجبتك ديك ليدي نعيمه؟ مليحه مليحه سام. وي وي جيماجين البريزونطاسيون ال فايت فريمون بال مع لي كولور. ان شاء الله ان شاء الله افيك لي كولور اوسي مع لي كولور. شوفي نعيمه كيفاش يتحمروا، شوفي كيفاش يتحمروا. اه بال كولوراسيون، بال كولوراسيون الريحه. فوالا الريحه تخرج وبعد نقدر نحطهم في الفوغا. نقدروا نحمروهم بيان سور، تقدري تحطي هاد ديري هاد ليطاب ديريها في الفوق. وشنو كي تكون بزاف كونتيتي هنا تجيك واعره باش تقلبيها. ما راهم بزاف هنا كونتيتي دونك على ري دو بريفيرونس نحطو في الفوق نديرو كامل. فوالا الزبده تاعهم هنايا. اه الو نزيد الحميصه اللي هي طايبه ديجا، طايبه باسكو هما شتي صغار ما يرفدوش وقت باش يطيبوا. ايه ونزيد الكابويا. هاتي لنا دوك المراهق وحده. فوالا وهنا ندير الميمون مرق، مرق الدجاج ما نديرش كونتيتي اخي باش يجيك لي مجمر. ديكلاسيو برك فيه شويه. فوالا ديكلاسي لي سوك لي كاين باش يطلعو. ديجا بلا فاتور تاع السخانه يطيب. دونك درت لهم كل شيء دونك نخليو دونك نخليها بتي فو نخليه يطيب بتي فو. شحال هكذا يدي 10 مينوت 15 ماكسيموم يطيب باش شفتيه تقلى بيان، تقلى بيان في البصل ولا مارينا تاعو. لا ما نخلوش هذيك الخضره تطلق لا ما نخليهاش تطيب بزاف باش ما تطلقش روحها. راني حابه نكاردي شويه لا فورم. فوالا اعزائي المشاهدين هذه هي الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله دونتوها كامل. نمر مباشره الى الوصفه الثانيه، ما تروحوش بعيده. أعزائي المشاهدين خليت الماكلة طيب واني وليت مع أختي نعيمة نشوف واش دارت لنا في الطبق تاعها. الطبق الثاني أعزائي المشاهدين هو أيضا طبق رئيسي، لكن هذه المرة راح نديروه باللحمة. هو يشبه قليلا الطبق اللي معروف طبق مارينغو. داكا. لكن راح نديروه نكهة جديدة اللي هي بالتندوري. تندوري. نحتاج هنا إلى خليك شعلك نوجد لك. نحتاج هنا إلى أطراف من اللحم، راح نقطعوها دي كوباك دا صغار. اخترت هنا اللحم بقري يكون من جهة الكتف يكون طريقك أحسن. عندي أيضا طومات كونسنتخي مصبرة، عندي طومات هنا اللي تكون طوماطيش مرحية وحدة حبة، عندي هنا بولا ديكوراسيون فيما بعد راح نديرو شوية بصل هكذا، عندي زبدة هنا باش نخلي، عندي شوية ثوم هذا، عندي شويه زروديه، وعندي الرند، وعندي الزعتره، وبيان سور الملح في الكحل، كمون، وشويه سكر على لاسيديتي، وبيان سور الزيت. نبداو اولا الملح. فكرتك في الملح. قولي لي التندوري درتي ايبيس تندوري ولا درتي ايبيس سبيسيال تندوري؟ سي سا هو سبيسيال تندوري. داكو. يتباع كاين في الاسواق يعني في ايبيس تندوري. دونك الان نبداو اولا نجيبو عطيك اون بلونش باش تقطعي الحمام ولا تخليهم بمقص كبار هكذا؟ نقطعهم قطعيهم بالبريفيرونس. عطي لي برك من غير فحطب ولا هاي ليك. شكرا. ندير شويه زيت باش تسخن. عفوا ندير زبده باش تسخن. ما نكثروش بزاف لوليدان. هكذا. نديروا معاها شويه زيت باش ما تحرقناش. فوالا. فوالا نجيبو الان موس.
من الاحسن بقري، تقدروا ديروا دجاج لكن من الاحسن بقري، لكن لازم يكون طريه باسكو لا كويسون ما فيهاش بزاف. نقطعهم هكذا دي غوندي هذا نخليها هنايا، تيكوندي فوالا تبقاي فيها. نعم نصليتي بسم الله. نديرو شوية فلفل كحل، طندوري طندوري نكترو شوية ومن بعد نزيدو باش يبان البنة تاعو. عندو البنة وعندو الحرورية هاديك ديالو. داكوغ. شوية كمون، ما نكتروش بزاف الكمون، نديرو شوية ملح. ملح يلا كملي عليها بيدك. كمل في الصندوق. فوالا. أنا ما تكتريش تمرقي بزاف ولا ما تمرقيش بزاف نعيمة؟ نمرق شوية. داكوغ. هاديك. نديرو هنا انا نحب الرند وزعتر نديرهم يتقلاو باش يخرجوا لي لي زويل اسونسييل ديالهم. داكوغ. اوكي دونك ندير هذايا نقليوه بيان جو في باسي. والبصل ما ديريش دوك البصل مازال شويه. داكوغ دير له كولوراسيون باش اون بوتيت كولوراسيون. اظن ان هذا كافي يكفي. اي مليحه هذه. اي مليحه. نديرو الان البصل كامل كامل كامل. هنا سكرفشتيه نعيمه؟ نعم سكرفشتيه هنايا. ايه سكرفشتو معليش الماء هذاك سكوصه راه طلق الماء نورمال. يفا ديكلاسي هذاك الماء كامل اكسبري، ديكلاسي لي كامل هذاك لي سوك ديالي على كيما راكي تشوفي. فوالا. هنا ديجا ويشهي لا كولور تاعو برك. ايه وي الريحه تاع الطندوري راهي بدات تخرج. ايه بدات تخرج. هنايا الوغ النار في هذه الحاله النار ما تديهاش بزاف قويه. ما تديهاش بزاف قويه. دونك هنا نديرو الثوم. تما راكي تزيدي او فيغ ا ميزور. او فيغ ا ميزور. ما ديريش كلش على فوا. ماشي كلشي على فوا اكزاكتومون. نديرو الثوم بصح ما نخليش بزاف بيناتهم. برك الان البصل نخليه واحد زوج دقائق يدبل شويه باش كي ناكلو ما يكونش يتمغز هكذا كما نقولو يتمغزز. حنا جزائريه هاد لا ادري الدول الاخرى كيفاش يقولوا. المهم راهم فاهمين اعزائي المشاهدين يعني ما لازمش البصل نحسلو، لازم نخلي دونك البصل هذاك يدبل تو دوسمون حتى خليه يتكاراميليزا شويه حبيبي. فوالا ويطلق البنه تاعو ويطلق هذاك السكر ديالو. زيدي دقيقة دقيقة راهي باه ثاني يشوفها يشارجي. ايه مازال دونك اونتخ تون هو غطيه خلاص نغطيه نعاودو نولو ليه. نشدو الان كسرونة راح نطيبو هادوما كامل دون فاسون تاع هاد الكومبانيومون. نديروهم كي شغل على فاسون غريك كيفاش هادي نديروهم كي شغل على تيفي. دونك نشوف عطي لي زوج كسرونات. الوغ ندير هاد لا كاروت شوفو قطعتها هكذا. تشدوا نتوما تقطعوها نورمال وبعد تشدوا بلي بليشور تاع البطاطا تحاولوا ديروا هاد لا فورم اروندي تغلي. لو تاع موجود نديرهم هنا. واش ندير؟ ندير شويه ماء ولا ندير لو بويون يعطي لهم البنه عليك. هكذا ندير لهم شويه زبده معليش تعطي لي مغرفه من فضلك تحتها مغرفه صغيره. ندير لهم شويه زبده شويه ملح هكذا يطيبوا كل واحد وحدهم باش ما يتخلطوليش في لاصوص باسكو لاصوص راح تكون حمراء مانيش حابه لي ليغوم هذا يقعدوا لي حموره. هاي ليك ندير شويه تاع الرند شويه زعتره باش تاعهم نديرهم لاغوم تاعهم فوالا. ونجيب دقيقه نجيب الان لو بابي كويسون نديرو شويه هنا بلاصه نجيو بابي كويسون اسمي فوالا نعم بابي كويسون نقطعو على حسب لو ديامتر اللي عندنا فوالا ساهل ماهل هكذا 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 ونقطعو ان بتيت اغوندي ونديرو ان بتيت شوميني. عاد تشعلي لي هذاك النار اللي راهي شعلتو ويسنى فيك فهمتيها وهي طايره كيما نقولوا. هاي نديروها هكا كونتاكت ديريكت مع لي ليغوم. اذا كان عندكم الثوم ديروا شويه ثوم لداخل نزيدوا لا ميم شوز بور لو دوزيام هكذا باش تكون لا فابور ديريكت عاود تولي لي ليغوم. فوالا هاي ندير شويه فلفل الكحل هاي مازال ما درتش هاي ليك اون با شونجي لو هاي ليك شويه فلفل الكحل
فوالا وتعسوها باش ما يشربش مليح. ندير الان كيف كيف ان بو دو بويون. البطاطا بي فيه طيب دونك ما نكثرلهاش الماء، هذا يكفيها. كيف كيف ندير لها شويه زعتره، هاي ليك. ندير لها قرنط، ندير لها الملح، البطاطا تحب شويه ملح. انا البطاطا كي تكون مالحه نديروا لها الجواز، كي يكون مالح نديروا له ديروا له مرشه تاع بطاطا، هي تسربي البطاطا هذاك راهو يتقلى. راني نعسلك فيه هنا، هاي ليك شويه فلفل الكحل. وكيف كيف نديروا لها نشوف رابيد رابيد شعلتي له. اه سي بون فوالا رانا ما يغلبكش رمضان بركه. اه القطعه مو تشي يبدا يغلب لي رمضان، جهه كي يبقى له واحد نص ساعه ويبداو يجوا عندي هذيك الدقيقه تاع البوراك تاع القليه البطاطا. الو حباتي هاي لونسي لهيها ونديروا لا ميم شوز لهدايا. لا ميم شوز لي شامبينيون، شويه الماعن فيها لكن تاكدوا رمضان هذه هي الرمضان. معليش كاين شكون يعرف كي يجي رمضان دير الماعن. كاين اللي يوصل كاين لي سيكرين غرا. عفوا عفوا لي شامبينيون باغ كونتخ ما راحش نديرهم بهذه الطريقه. D'accord. احاول اون بالي سيزي باسكو ديتي في راسك دي شامبينيون فري سي سا. فوالا اونفا هادو راهم معلبه، تقدري ديري فوا فري ولا ديري معلبه. ديري مقلا من فضلك، هادو خلاص. اي فوالا هاي هيا نديرو شويه زبده مليحه معاونا نعيمه في رمضان. اه وي نعاودو نولو الطنجره تاعنا سورتو كي طيبي تلقاي شكون يغسل الماعن. اي واش نقول خدمتوا بداله في داركم؟ شكون اللي يخدم بداله في دارهم؟ هي طيب وداها وقتها تغسل الماعن. شفت الله يبارك اللي عندها خواتاتها اربعه خمسه. صح ابخي هذاك يولي ليها. سي بون هذه مازال دابا. هذاك يولي ليها. وهذايا؟ هذا سي بون شوف هاي رانا في التايمينغ سي بون فوالا. هاني واش نديروا دوكا؟ نديروا لا كاروت. حركيها مليح. يعني نحرك. نزيدوا الان دوكا شويه توندوري. اونكور ديدي. اه وي. راهو هو الطبق تاع التندوري. داكور. الان ندير معاها شويه طماطم مصبره هكذا اون بون كويير السوب. تقدري ما ديريهاش نعيمه؟ تقدري ما ديريهاش مع هذه، ندير لها شويه عسل ولا ندير لها شويه سكر. داكور. باش ما تطلقش لاسيديتي تاعها. نقليوها شويه باش تروح لها هذيك الكروسيه، وبعد هذا راح نزيدوا لها الطوماطيش. داكور. راح فوالا اوكي اوكي حركي كامل بيان نقليهم بيان. هذا نروح نديرهم لهيه، نديروا شويه زبده راهي بارت الزبده مازال تذوب شويه، ونديروا فيها هذا نغطيهم نخليها هذا نغطيهم دركا باش ما نطولوش على المشاهدين. نخلو هذيك الطوماطيش هذيك تذبل بيان حتى تولي كوم اون بوري، نمرقوها بيان نخلطوا بيان عفوا، ونديروا ان بويون بويون دو فولاي ولا بويون دو فو ولا اللي عندكم ديروه وتخلوه يطيب بغردو غير بشويه شويه. دونك ا بتي فو بوندون اون اور اون اور ادمي قد ما يكون هكا الطياب تاعو يكون يعني كيفاش نقولوا اي بيسون لونت يعني طيب الهدوء قد ما يكون هو بنين على حسب تانيك لافيون هكذا. دونك حنا نروحوا الفاصل ونعاودوا نولوا ونشوفوا الاطباق تاعنا جاهزه. مشاهدين الاطباق تاعنا راهي حاضره قدامكم. نوجود اليوم دارت لنا السمان يعني ما شاء الله مع تزيين وتقديم الله الله تاع الحفلات تاع المناسبات. وانا درت لكم هنا لو بوف مارينغو بالطريقه يعني طريقه اخرى او مذاق اخر اللي هي بالتوندوري. شبحتها هنا بهذيك الخضره اللي شفتوا كيفاش خدمتها. ما ديرولهاش لاصوص، ديروها هكذا برك توتو توغ. ان شاء الله هذه الوصفات نالت اعجابكم، وان شاء الله يعني تخدموهم في المنزل ورا نستناو التعليق تاعكم. الو اختي نوجود واش تقولي في هذا؟ انا نقول لهم انا درت لهم السمان بالبيض تاع السمان وما كثرتش بزاف لي زانغريديون. درت كابويا نوع واحد تاع كابويا فيها دو كولور زوج الوان، كابويا بيضاء وكابويا حمراء. ولا ما قتوش البيضاء معليش ديروا غير الحمراء. وان شاء الله تكون عجبتكم وجاتكم طريقه سهله. ان شاء الله وان شاء الله تعاودوها. ان شاء الله مع السلامه. مع السلامه.